الناشط السياسي والبيئة دكتور بول الحامود. بونجور. بونجور ستميرة، كيفك؟ سافا دكتور بول. لبنان لوين؟ لبنان لوين؟ رح لخصها ب يعني جواب سريع جدا، اللي هو امبارح بناخذ جمله واحده من خطاب السيد حسن نصر الله، وهو انه اللي عجبني بكل خطابه كلمه واحده بيقول عنا انه نحن راسنا مرفوع ولا ممكن نوطي رقبتنا لحدا. برافو، انا هيدي الجمله بحبها كثير، وانا العباره كثير بايدها، بس عشر نحن اذا راسنا مرفوع ما نوطي رقبتنا لحدا، هيدي يكون مدخل لباب المفاوضات ومفاوضات مع العدو ونخلص هالحرب كلها سوا. انا اكيد برحب بهالفكره، وانا هذا كان طلبي الاسبوع الماضي، وشديت على ايدهم انه ينهوا الحرب ونفوت على المفاوضات. ولكن انا بوجه له رساله للسيد حسن ولجميع المحاربين، اذا كانت هاي الجوله الاولى هن مفكرين يليها من بعد عده جولات حرب واثنين وثلاثه واربعه، وياخذوا البلد على الدمار، وياخذوا البلد على الشلل الاقتصادي التام اللي نحن عايشين فيه هلا على زياده اكثر، لا هون برجع بشدد انه يتطبق 17-01 باي وسيله، باي وسيله متاحه، لحتى نقدر نخلص من الحرب اللي هي نحن عايشين فيها واهل الجنوب اللي عايشين فيها، لانه لا بقى اهل الجنوب يحملوا، واليوم كمان اهل البقاع عم يتعرضوا لضربات ما بقى فيهم يحملوا، ولبنان كلياته ما بقى يحمل. وشكرا. شكرا دكتور بول الحامود. اكيد نحن كلنا من ضم صوتنا لصوتك، على امل انه هالبلد يروق لنقدر نشتغل صح، لانه اكيد ما في اقتصاد جيد بلا سياسه صحيحه. اكيد طبعا، ونحن اذا الله راد، اذا ما صار في حلول وما صار في انهاء الحرب، ما فينا نفوت بمجالات اقتصاد جديد واستثمارات جديده. وطبعا معروفه هيدي. وميرسي ست ميرا. هلا دكتور.